العلم قوام الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. هذا الشيء اللي مو موجود عندنا، ماكو في بيوتنا. ليش هذه المشاكل بين الأزواج والزوجات؟ لماذا؟ لأن ماكو حل. المرأة تخطئ بعد 30 عام 40 عام، الرجل ما عنده حل، ما عنده صف يخرج المرأة من بيته. هاي المرأة اللي عايشة ويا 30 عام 40 عام يخرجها من بيته. المرأة لا تتحمل الرجل، الرجل ما يتحمل المرأة، الشريك ما يتحمل شريكه، الأب ما يتحمل أبنائه، الابن ما يتحمل أبوه. وإذا بهذه الأزمة المستعصية